كل عام وانتم بخير. بخير. شو رسالتك للعالم بيوم عيد الأم؟ احنا النساء في غزة، الامهات في غزة، بنتمنى انه نعيش واولادنا يعيشوا بامان وبسلام، نضل مع بعض كعائلات، ما نفقدش بعض، ما حدش يموت منا، ونحتفل السنة الجاية ان شاء الله والوضع كتير احسن من هيك، لا في حرب ولا في فقد ولا شيء، عائلات مبسوطة. كل عام وانتم بخير. شو رسالتك للعالم يوم عيد الام؟ نرجع لبلادنا، احنا مشردين من بلد بلد، وحياة صعبة وعيشنا مش نافعة، وهينا حضارة حطب ولادنا استشهد. للعالم يوم عيد الام. الاميات كثير بيعانوا، يعني احنا هلا بنشوف الاطفال قاعدين بيمرضوا والاميات مش عارفين يوفروا لهم ابسط شيء. اقل شيء منتشر هالايد هو الاسهال، الاميات بيجوا يعانوا انه انا ما في حق بامبرز اشتري لاولادي، كثير بيعانوا، يعني انا كثير نفسي تخلص الحرب. خلص. شكرا. عفوا. رسالة لكل للامهات، كل عام هم بألف خير، واللي امه استشهدت او توفت ان شاء الله ربنا بيجمعوا فيها في الجنه يا رب. رسالتي للعالم بمناسبه عيد الام انه احنا يقفوا معانا ويساعدونا، يساعدوا الشعب، احنا الشعب كله راح والبيوت اتدمرت، النسوان اترملت، الاطفال قتلت، شبابنا راحت ولسه مش عارفين ايش بده يصير فينا كمان.